التعاون الجزائري الإماراتي ترأس اليوم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوار برفقة وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ترأس أشغال المنتدى الاستثماري لرجال أعمال البلدين للدفع بالعلاقات الاقتصادية وبحث فرص الشراكات والاستثمار المنتج والدائم لإنشاء قاعدة صلبة للتعاون الثنائي بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة. عبد السلام بوشوارب أكد ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين لتعزيز الشراكة. ومن جهة الشريك الإماراتي ثمن جهود الجزائر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال مما يفتح أفاقا جديدة للشراكة بين البلدين. إن الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين التقدير إلى الجهود التي تبذلها الشقيقة الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال. ومن هذه الجهود قانون الاستثمار الصادر في أغسطس 2016 والذي أعاد هيكلة الامتيازات الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية الجزائر الاقتصادية وأولوياتها التنموية، كما عمل على تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل. وفي هذا الإطار فإننا نأمل من الجانب الجزائري تقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمارات الإماراتية للوصول بشراكاتنا الاستراتيجية إلى المستوى المأمول. بفضل الرؤية السديدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تمكنت الجزائر من استباق الصدمات الخارجية الناجمة من انخفاض المتسارع لأسعار النفط في الأسواق العالمية منذ النصف الثاني من سنة 2014، كما أختارت إراديا سياسة الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج. بإمكان الإمارات العربية المتحدة والجزائر أن تشكل قطبين صناعيين واقتصاديين هامين في الفضاء العربي، قطبين متعاونين ومتكاملين يربطان ثلاث قارات بإكمالها. هذا هو الطموح الذي يحذونا، ولا يكون الطموح إلا هكذا. أنتهزوا هذه الفرصة للتوجيه دعوة خاصة لممثل القطاع الاقتصادي الإماراتي للتعرف على الفرص الكبيرة التي توفرها الجزائر للاستثمار في مجالات عدة. إن أفاق العلاقات الثنائية رحبة في ظل توفر الكثير من الفرص المجزية للبلدين الشقيقين وتوفر الإرادة المشتركة الصادقة لمضي قدما بعلاقات التعاون البناء. وعلى ضوء الآفاق الرحبة للاستثمار في الجزائر، رجال أعمال البلدين أبدوا استعدادهم لتجسيد وتفعيل كل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، وهو ما انعكس على أشغال المنطقة الاستثماري الجزائري الإماراتي. المزيد مع سناء برقصبات. اللقاء الاستثماري الجزائر إماراتي الذي جمع رجال أعمال من البلدين ترجم الإرادة القوية على تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين من أجل تطوير فرص الاستثمار المنتج والتجارة البينية. فقد ارتفعت استثمارات شركاتنا ومؤسساتنا في بلدكم الشقيق خلال السنوات الماضية، وتنوعت هذه الاستثمارات حيث غطت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية. علينا أن نقيم أولا واقع العلاقات البينية الحالية، لأنه أمر حتمي يسمح لنا بتشخيص النقائص لتقييمها وتقويمها بكل مسؤولية والتزام واحترام تام. حتى نكون عمليين، يمكن أن نشرع من الآن في توحيد الرؤى من أجل خلق المناخ الملائم الذي من شأنه أن يشكل الفضاء الأمثل لتكثيف فرص التعامل والتبادل الاقتصادي بيننا. الصناعة، الطاقة والطاقات المتجددة، الزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية باتت تسترعى اليوم اهتمام المتعاملين الاقتصاديين للبلدين في ظل جهود الجزائر المعتبرة لتحسين مناخ المال والأعمال وجذب للاستثمار الخارجي. وأتوقع أن يكون مستقبلا بإذن الله فتح آفاق حتى يكون في شراكات مستقبلية في قطاعات
كثيرة، قطاعات الصناعة أو قطاعات الزراعة أو قطاعات الأخرى اللي موجودة. ونحن في دولة الإمارات عندنا اهتمام كبير بالجزائر، وعلاقاتنا قديمة وقوية، وخاصة مع سيادة الرئيس اللي نكن له الكثير من الاحترام والتقدير. ونتمنى إن شاء الله أن نلقى خلال هذا اللقاء فرص وشركاء إن شاء الله لنعمل مع بعض. الملتقى كان فرصة لتبادل وجهات النظر وتوحيد رؤى البلدين حول آفاق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية للبلدين، خاصة مع تطور حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين الجزائر والإمارات، والتي بلغت المليار دولار في العام 2015 مع تسجيل نمو قدره 14% بين العامين 2013-2014، وهي الأرقام المرشحة للارتفاع.